بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومظلوميتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سئل مولانا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن تفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الانسان الى طعامه قال صلوات الله وسلامه عليه الى علمه الذي ياخذ عمن ياخذ. الاخوه المشاهدون نتكلم اليوم حول موضوع مهم جدا وهو لا يخفى على الجميع ان العالم في العصر الراهن قد صار عبارة عن قرية صغيرة يتبادل أفرادها المعلومات والثقافات والطباع أحيانا فيما بينهم وسبب ذلك والفضل في ذلك يعود إلى التطور الحاصل في مجال التقنيات التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي وهذا بحد ذاته من نعم الله سبحانه وتعالى علينا حيث تتلاقح الافكار وتنمو القدرات ولكن وكطبيعه الانسان في كل نعمه ينعمها الله سبحانه وتعالى عليه يحرفها عن مجال نفعها وعن اختصاصها فتراه يسوء باستعمالها مما يترتب على هذا الاستعمال السيء آثارا سلبية كلامنا اليوم هو لا نجعل وسائل التواصل الاجتماعي هي المصدر الموثوق لتلقي المعلومة بعبارة أخرى الإنسان يحاول أن يحصل على المعلومة من هنا ومن هناك ولكن لا بد له من أن يتأكد مما يصل إليه من معلومات وسائل التواصل الاجتماعي هي عبارة عن حلقة وصل بين أفراد المجتمع هذا وأفراد المجتمع ذاك يحاول أفراده أن ينقل بعضهم إلى بعض ما يخطر في باله من معلومة الخطورة تكمن أين؟ تكمن عندما يكون الانسان او يجعل الفرد من هذه الوسيله وسائل التواصل الاجتماعي يجعلها مصدرا موثوقا لما يتلقاه من معلومه بحيث يتقبلها بلا رويه وبلا تمعن ولا بلا تاكيد هذا الامر خطير جدا ايها الاخوه عالم الانترنت بصوره عامه وعالم التواصل الاجتماعي بصوره خاصه هو عالم افتراضي قائم على الخيال والوهم. يعني نستطيع ان نقول بان نسبه 95% ان لم تكن اكثر مما يتداول في هذه الوسائل انما هي معلومات غير دقيقه. ان لم تكن معلومات غير صحيحه البته لذا على الانسان عندما تنتقل اليه المعلومه ان يتيقن ويتاكد منها حتى يقوم بدوره بنقلها الى الاخرين خطوره الامر يكمن اننا احيانا ننقل ما يصل الينا بلا تمعن اما ثقه بالناقل او استعجالا او محاوله لان نشغل اوقاتنا في هذه الوسائل فننقل ما يصل الينا من معلومه الى الاخرين بدون ان نتاكد من ذلك المؤسف له حقيقه في الزمن الغابر عندما كانت وسائل التواصل بين الناس معدوده وبسيطه جدا اقولها بحسره كان الشيعه أعزهم الله في الدارين من أثقف شعوب العالم فيما يخص عقيدتهم ودينهم وفقههم وسبب ذلك أن من يقوم بنقل الصورة بنقل المعلومة إلى الآخرين يكون ناقلا أمينا يطمئن إليه وهو واثق مما ينقل اما الان فقد اختلطت الامور واصبحت المعلومه او الكلمه تلقى هكذا جزافا وبحسن نيه من المستمع يتقبل ما يلقى اليه من دون تروي من دون رويه ولا تاكيد ولا حتى محاوله التاكد من مصدر ما يصل اليه من معلومه. الامام سلام الله عليه يقول: انظر إلى علمك المعلومات التي تأخذها عمن تأخذ فلا بد من أن الإنسان يتروى في قبول ما يصل إليه من المعلومات أحيانا تصل بنا المقام إلى أن نتقبل معلومة على أنها يقينا صحيحة وتتداول عبر الأجيال إلى أن نصل إلى مرحلة من ينكرها نشمئز منه بل ننكر عليه أنه قد أنكر هذه المعلومة مع أن المعلومة لا أساس لها من الصحة أن المعلومة التي وصلت إليه لا أساس له من الصحة خطورة الأمر ليس فقط في نقل المعلومات المغلوطة بل ما يترتب عليها من آثار قد تسفك بسببها الدماء يعني الإنسان لابد أن يكون ذا وعي لا بد أن يكون ذا خبرة في هذا المجال عفوا <applause> النبي صلى الله عليه وآله يقول احترسوا من الناس بسوء الظن إذا كان الزمان زمان جور كما في الروايات التي سننقلها الآن إذا كان الزمان زمان جور حسن الظن ليس في محله فما ينقل لك لا بد ان تتاكد منه لا بد ان تحاول ان تكون على بصيره من امرك حتى لا تقع لا في اشكال شرعي ولا تترتب عليك سيئات انت في غنى عنها يوم القيامه يؤتى بالعبد فيقال له مثلا يا قاتل لم اقتل احدا ما سفكت دما قالوا بل خرجت منك كلمه بلغت المشارق والمغارب سفك فيها الدم الحرام، مع انها كلمه، نعم انها كلمه ولكنها قد شوشت اذهان قوم فاستحلوا بها دماء قوم اخرين. نحاول ان نضرب مثالا واعتقد بان هذا المثال <applause> يعني لا يعلم به إلا القليل قبل أيام مرت علينا ذكر استشهاد الإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه طبعا هذا الكلام موجه ليس فقط إلى المشاهدين ليس فقط لمن يتلقى المعلومة بل هذا الكلام يوجه إلى من يلقي المعلومة إلى الآخرين بد أن تكون على بين أيضا <applause> ليس كلما قد وصل في ذهنك أو قد سلمت على أنه من المسلمات لا بد أن يكون حقيقة قد تكون أنت أيها الملقي ليس المستمع أيها الملقي قد تكون أنت أيضا من باب حسن الظن بالآخرين قد وصلت لك هذه المعلومة هذه الكلمة فتقبلتها بذلك القبول ثم نقلتها إلى الآخرين مع أنه لا أساس لها من الصح نضرب مثالاً كما قلنا قبل ايام مرت علينا شهاده الامام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه نسمع كثيرا من الخطباء نسمع كثيرا من نقله الاثار نسمع كثيرا من اصحاب القصص ينقلون قصه عن كون الامام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه كان سببا في هدايه ما يسمى ببشر الحافي القصة معروفة والآن الذي يشاهدنا في هذا البرنامج قد, يكون قد يقول نعم أنا سمعتها من أكثر من شخص لكنه لا يعلم أن هذه القصة لا أساس لها من الصحة بل أن المخزي في الأمر أن هذا المدعو بشرا هو من المخالفين ومن الطائفة الصوفية التي لا تمت الى مذهب اهل البيت بصله بل انه لا ارتباط له بأئمة اهل البيت اطلاقا والملفت في ذلك والمضحك على ذلك ايضا ان بشرا هذا عند استشهاد الامام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه كان له من العمر اربع سنوات. اربع سنوات كان له من العمر أربع سنوات بشر ولد سنة 179 هجرية الإمام صلوات الله وسلامه عليه استشهد سنة 183 هجري ففي سنة استشهاد الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان بشرا له من العمر أربع سنوات قد يتفاجئ البعض أن ما ينقل الآن هل فعلا ان هذه القصه لا اساس لها نعم لا اساس لها لذلك نقول ان الكثير من الاشياء التي يتقبلها الانسان ويشعر بان هذه من الحقائق هي لا اساس لها قد تكون من الصحه نعم قد تكون بعض الاشياء لا يترتب عليها اثر كبير ولكن بعض الاشياء قد تترتب عليها اثار كبيره قد تترتب عليها تفكيك اسر قد تترتب عليها انهيار مجتمعات أيضا لذلك لابد من الإنسان أن يكون على قدر مسؤولية ما يحصل عليه من المعلومة ويتأكد منها دائما وأبدا أكرر هذه القاعدة التي أنا على يقين بل أنا على اعتقاد تام من بها أن ما يحصل من تجاوزات ما يحصل من تخلف إن صح تعبير هذه الكلمة وأعتذر ما يحصل هو نتيجة الابتعاد عن تعاليم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فلو أن الإنسان وخصوصا هذا الكلام موجه إلى المؤمن الشيعي لو أن هذا الإنسان اكتفى بتعاليم أهل البيت ولم يبحث عن معلومة يمنة ويسرة لكان سائرا على الخط المستقيم وسائرا على النهج القويم. النبي صلى الله عليه واله كما قدمنا يقول: احترسوا من الناس بسوء الظن. ليس معنى ذلك انك كل من يقابلك كل من تتعامل معه تكون سيء الظن به. لا ابدا لا بد ان تعلم بانه هناك ضوابط يضعها الائمه سلام الله عليهم للتعامل في هذا المجال انظر الى قول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وطبقه على زمانك الذي انت فيه الان الان كل انسان ليضع نصب عيني ما يقوله الامام صلوات الله وسلامه عليه ويطبقه على ما يعيش به من احداث يقول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اذا استولى الصلاح على الزمان واهله ثم اساء رجل رجل الظن برجل لم تظهر منه حوبه فقد ظلم يعني يقول الامام المدار مدار الزمن فان كان اهل ذلك الزمان غلب عليهم انهم من الصلحاء فلا نجيز لك ان تسيء الظن باحد الا اذا ظهرت منه عوامل او ظهرت منه علامات سوء الظن به وفي نفس الوقت وبنفس الاتجاه يقول صلوات الله وسلامه عليه اذا استولى الفساد على الزمان واهله فاحسن رجل الظن برجل فقد غرر بمعنى انك اذا عشت بزمان الغالب على اهله الغالب على اهله الفساد فلا يحل لك ان تحسن الظن بهم الان ايها المشاهد الان لم يا من يمن استمعت الى كلام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وانت تفتخر بانك من اتباعه هل زماننا الان هو زمان غلب اهل الصلاه عليه الصلاح ام نحن نعيش في زمان غلب الفساد على اهله العجيب ان هناك بعض الامور تحدث في المجتمعات تحدث في المجتمعات ولكن الاعجب من ذلك ان هذا الامر يتكرر مرارا وتكرارا ولا يتعظ منه اهل الايمان مثلا الان نضرب مثالا كم وكم حصلت قضايا التبديد المالي عند الاشخاص بأن يضعوا أموالهم عند أشخاص آخرين لغرض التجارة ثم يقوم ذلك بسرقة هذه الأموال والفرار أو إعلان إفلاسه في مجتمعنا العراقي كم حصلت هذه الحالة؟ لا أبالغ إن قلت أنها حصلت مئات المرات مئات المرات حصلت وبنفس الأسلوب ولكن مع ذلك تجد أن المؤمن لا يتعظ من هذه القضيه بل ياتي ويسلم امواله لمن يدعي نفس ما ادعاه الاول هل هذا حسن ظن ام هذا ينطبق عليه لا تؤتوا سفهاء اموالكم لا يجوز للانسان ان يحسن الظن بمن يعيش في مجتمع قد غلب الفساد على اهله نعود الى كلامنا الانسان الان لديه شبكه علاقات سواء كانت علاقات رحم سواء كانت علاقات عمل سواء كانت علاقات منطقه ومحله وسكن سواء كانت علاقات متباعده صديق صديق صديق, صديق قريب وهكذا المهم ان الانسان الان يعيش مع الشبكه من العلاقات تربطها ويتواصل معها بهذه الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي تنقل اليه كلمات تنقل اليه احاديث تنقل اليه قصص تنقل اليه احداث على الانسان ان يتمعن بها ثم يحاول التاكد منها حتى يحل له نقلها او يحرم عليه نقلها. الكثير من الناس الان تعاني من هذه القضيه من قضيه تشويه السمعه، والسبب في ذلك ينقل خبر في وسائل التواصل الاجتماعي ثم تقوم انت بنقله، اما ان تكون مازحا وقد ارتكبت اثما، واما ان تكون حاقدا وقد ارتكبت معصيه كبيره. ما ذنب الانسان الذي نقلت عنه صوره تشوه بها سمعته مع اننا في بعض الاحيان شرعا نطلب من الانسان نطلب من المؤمن ان يبين حقيقه شخص ما الا انه يرفض وسببه في ذلك وعله رفضه انه لا يريد ان ياتي لنفسه بوجع الراس ولكنه عندما ينقل معلومة مغلوطة عن انسان اخر ويتسبب في تشويه سمعته لا يفكر في وجع الراس بعض الامثله التي نريد ان نذكرها في هذا المجال الاخوه المؤمنون يجدون كثيرا في الاضرحه المقدسه هناك من يقوم بكتابه قصاصات ورق ويضعها في كتب الزيارات أو يضعها في المصحف الشريف ويضع ملحوظة على هذه القصاصة مفادها أن من يقوم بقراءة هذه القصاصة عليه أن يستنسخها عشرين مرة مثلا ثلاثين مرة حسب نزاج الإنسان اللي وضعها يستنسخها ثم يقوم بتوزيعها في الكتب والمصاحف إن فعل ذلك فقد يحصل له طيب الخاطر يحصل له رزق يحصل له تحقيق مراد وان لم يفعل ذلك اصابته المصيبه وقد بعد عن تحقيق مراده مع انه لا يوجد في العقل ولا في الشرع امثال هذه التصرفات انتقلت هذه القضيه لذلك نحن كلامنا في وسائل التواصل الاجتماعي. هذه القضية انتقلت من قضية الكتابة إلى قضية رسائل في وسائل التواصل الاجتماعي. قام فلان ابن فلان بالرؤية في المنام كذا قضية فيطلب منك أن تبعثها إلى عشرين ثلاثين أربعين من المشتركين معك حتى تجد ما يطيب ما تطيب به نفسك. هذه القضايا من الخزعبلات ومع ذلك تجد الناس يصدقون بها وينشرونها. في الطرف الاخر في الجهه المقابله قد تاتي للانسان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي معلومه مفيده يستطيع التاكد منها ثم بل يتاكد منها وتصبح معلومه ترسخ في ذهنه إلا أنه يبخل بنقلها إلى الآخرين بداعي بداعي أن هذا مما يزعج الآخرين أو أن هذا الأمر لا لا أثر فيه على الناس أيها الأخوة حقيقة الإنسان مطالب في هذه الدنيا مطالب أن يكون حريصا على الآخرين كما يكون حريصا على نفسه مولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه نحن نتكلم يعني نحصر الكلام في هذا الزمن حتى لا يتشتت الكلام هنا وهناك حقيقة نحن نعيش في زمن غلب الجور وغلب الفساد على أهله فلا بد للإنسان المؤمن أن يكون يقظا أن يكون حذرا أن يقبل بكل ما ينقل اليه. دائما في احيانا في المجالس الحسينيه صلوات الله وسلامه على سيدي ابي عبد الله الحسين اقولها وقلتها مرارا اقول للاخوه الجالسين تحت المنبر انه لا تسلموا بكل ما يقال لكم بل طالبوا القائل بدليل يثبت أن قوله صحيح بغض النظر عن مكانة القائل بغض النظر عن مشروعية ما يقول لابد أن يكون الإنسان واعي لابد أن يكون الإنسان فطن الله سبحانه وتعالى يحاسبنا عن اعمارنا عن ساعاتنا ساعات عمرك ايامه اسابيعه شهوره سنينه ستحاسب عن كل لحظه من لحظات عمرك فلا بد ان لا تضيعها هنا وهناك ما ينقل اليك يحتمل ان يكون صوابا ويحتمل ان يكون خطا فلا بد من اليقين والتاكد منه بحمد الله كما قدمنا انفا ان العالم اصبح عباره عن قريه صغيره بفعل شبكات الانترنت. تستطيع ايها الانسان ان تتاكد مما ينقل اليك بقضاء بعض الوقت 15 دقيقه نصف ساعه للتاكد من هذه المعلومه التي نقلت اليك. اتعلمون كم سيكون هذا نافعا في المجتمع؟ أولاً: إذا فعل ذلك أبناء المجتمع بأن كل من ينقل إليهم معلومة يقولون له: أرشدنا، طبعاً والحوار حوار أخ حوار أخوي لا حوار أعداء. لا نحاول أن نتصيد الأخطاء على الآخرين. كلنا عبارة عن إنسان يقع في الخطأ والاشتباه. لكن أقومك وتقومني. اصحح لك وتصحح لي. بهذه الطريقه نستطيع ان نصل الى اعلى ما سمح له ما سمح الله له بنا من المعرفه. انت عندما تطالب القائل بمصدر ما قاله ستجعل منه دقيقا انت تفيده لا تضره. ستجعل منه دقيقا في اختيار المعلومه. مع شديد الاسف مع شديد الاسف في مجالات النشر الثقافي فضائيات، قنوات مسموعه، كتب، وسائل تواصل، انترنت، غيره، كل شيء. كل شيء يحاول الانسان ان ينقل ما يحصل عليه من معلومه الى الاخرين. مع شديد الاسف اصبح الانسان بدلا من ان يكون حركا وفعالا اصبح خاملا وكسولا وهذه من مساوئ وسائل التواصل الاجتماعي. يقضي ساعات في الالعاب، يقضي ساعات في اللهو. يقضي ساعات في السهر على اشياء لا تفيده لا يحصل من ورائها على نفع ومع ذلك عندما تطلب منه ان يقضي دقائق في التاكد مما طرح عليه من معلومه تجده يتضجور مدعيا ان من قاله هو الفلان الفلاني مع اننا نقولها بضرس قاطع أن كثيرا من فطاح فطاحل العلم من جهابذة المعرفة يخطئون العصمة لأهلها نعم خطأهم غير مقصود ونحملهم على ذلك بالمحمل الحسن ولكن لا يدل ذلك على أن كل ما يقولونه هو, هو الصحيح والصواب انت إذا ما دققت كثيرا مما تحصل عليه من معلومه تجد الكثير منها على انها لا وجود لها، الكثير من الاشياء. لهذا الانسان لابد ان يعلم اين يضع قدمه في درب المعرفه، في طريق المعرفه. ولهذا في تفسير الامام الباقر للايه التي قدمنا ذكرها يقول له انت ايها الانسان انظر الى علمك علمك الذي تاخذه عمن تاخذه هذا الانسان الذي يريد ان يعلمك هل انسان موثوق ام لا كيف اعرف انه موثوق او لا اليس القضيه مرتبطه بالعلم والمعرفه كيف اعرف بان هذا الانسان موثوق علميا ومعرفتيا أم أنه غير موثوق من خلال تتبع المعلومة التي ينقلها إلي من خلال تتبع المعرفة التي يحاول أن يوصلها إلي فإن وجدته كثير الخلل لا نقول بأنه متعمد للخلل ولكن نقول أننا نجده كثير الخلل الإمام يقول لك اترك هذا الإنسان على الأقل أنك تتركه لا لأنه سيء الطبع ولكنه غير دقيق في نقل المعرفة إليك. ولا يقول قائل أن هذا القول من الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يناقض قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما قال: لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال. لا تناقض بين الروايتين الأولى قول الإمام الباقر إنما عنت مصدر المعرفة ينبوع العلم والمعرفة هذا الينبوع هذا المصدر لا بد أن تتأكد منه أما قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فإنما يقول لك تأكد من نفس المعرفة من نفس الكلمة وبالتالي اذا ما تراكمت لديك الخبرات فانت تعلم ان من قال قد يتبع ومن قال قد لا يتبع. ايها الاخوه ايها الاحبه حقيقه مما يؤسف ويدمي القلب هذا العجز، هذا الكسل، هذا التسامح، هذا التهاون الذي نراه عند الكثيرين عندما تصل اليهم كلمه او معلومه فاما ان يكون متكاسلا متهاونا متغافلا فلا يتاكد من صحتها حتى ينفع بها الاخرين او على الاقل يقطع سير هذه الكلمه ان كانت على خطا بل يقوم اما بنقلها واما بقطعها دون التاكد هل هي مما يجب ان ينقل او مما يجب ان يقطع مسيره نقله حقيقه ولاننا نعيش في هذا المجتمع تنقل الينا مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا في برنامج الواتساب تنقل الينا احيانا مقاطع فيديويه عن بعض الشخصيات يتكلم بكلام غير لائق في اول وهله. والعجيب يعني بعض الشخصيات المحترمه، بعض الشخصيات التي يشار لها بالبناء. العجيب من الناس بدون رويه يقومون بفبركه ونقل هذه المقاطع وبالتعليق السيء والمشين عليها دون ان يكلف نفسه التاكد. من هل ان هذا الانسان عندما تكلم بهذا الموضوع كان قصده ما وصل الينا ام كانت هناك مقدمه قطعها اصحاب الدين السيء اصحاب المارب الاخرى لغرض التشويش على الناس فينقلون ان السيد الفلاني قال كذا أو أن الشيخ الفلاني يقول كذا دون روية وتأكد من ذلك والعجيب أن البعض يقوم بنقلها وكأنها من المسلمات حتى أننا نتفاجأ من أن بعض الأخوة المتدين الذي يثق بدينه يقوم بنقلها من واحد إلى آخر أحيانا أعداء الإنسانية ليس الغرض منهم تسلية الإنسان بما ينقل إليه بي بين قوسين نتكلمها بالكلام العامي فنقول بعض المقاطع تُفبرك وتُجعل منها كنكات كطرفة ثم تُنقل إلى الآخرين مع ضحك وسرور الإنسان اللي يشوفه يقول هذه القضية بسيطة وعبارة عن طرفة والناس قاعد تضحك وتستأنس يعني لا شيء فيها ولكن في داخلها ماذا؟ في داخلها سم يراد منه تشويه من قيلت بحقه الطرفة الان اللي موجوده قد استعملتها الطغاة السابقين استعملوها لتشويه سمعه قبائل وتشويه سمعه طوائف الشعب العراقي الان يعلم جيدا ماذا كان يصنع النظام المقبور لا اعاده الله ولا بارك بمن يترحم عليه يعلم جيدا كيف كان يتعامل باسلوب الطرفه لتشويه سمعه اقوام وقبائل حتى يتسنى للاخرين من الاستهزاء بهم الان ايضا نفس الفعل موجود ينقل اليك مقطع من المقاطع الفديويه على شكل طرفه واستهزاء وكأن الأمر عفوي، وتجد أن الآخرين يتقبلونه بواقع المزحة بواقع التسلية، ثم ما تجد من نفسك إلا وقد انتشر هذا المقطع انتشار النار في الهشيم وسببت بتشويه سمعة الآخرين، ثم تقول لنفسك: أنا لم أفعل شيئاً، إنما كان هنا هذا مزاح إنما كان هذا عبارة عن مقطع أردنا أن نتسلى فيه لكن في الحقيقة قد شوهت سمعة طبقة من طبقات المجتمع قبيلة من قبائل الناس قومية طائفة وهلم جرا ما نريد أن نقوله هو أنه الإنسان دائما ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعم كثيرة كل ما يحصل الانسان عليه هو من نعم الله عليه. لكن الانسان غالبا ما ينطبق عليه قوله تعالى الذين او معنى الايه يبدلون نعمه الله. هذه النعمه التي ينعمها الله عليك تقوم انت بتغييرها وحرفها عن مسارها. الله ينعم عليك بأن جعلك تستطيع التواصل مع من كان بعيدا عنك، لا تسمع اخباره بالاشهر والسنين واحيانا عقود من الزمن، لا تستطيع ان تسمع منه كلمه. ينعم الله عليك بهذه النعمه، تقوم انت ايها الانسان بحرف هذه النعمه فتجعل منها مصدرا من مصادر السيئات ومصدرا من مصادر العمل القبيح شانك بذلك شان من شان تلك القريه التي كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا فكفرت بانعم الله لا يستصغرن احدا منكم ما يخرج من فمه من كلمه رواية جدا خطيرة جدا خطيرة يرويها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يعذب الله اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح أشد عذاب تتلقاه الجوارح ينصب على اللسان ينصب على اللسان فيقول هذا اللسان يشتكي الى الله يقول يا رب عذبتني بعذاب لم تعذب به شيئا وكانما وقع على اللسان من العذاب اللسان نفسه يشعر بان هذا العذاب لا يعذب الله به شيئا اخر سواي ركز على ما يقول او يجاب به اللسان ركز عليه تامل بها تفطن اليها احذر منها يقول له خرجت منك كلمه 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 قد تكون كلمه عباره عن كلمه بالمعنى النحوي وقد تكون كلمة بالمعنى البلاغي خبر يعني. خبر واحد خرج منك ايها اللسان انتشر في البقاع فحدث ما حدث. يقول له خرجت منك كلمة فبلغت مشارق الارض ومغاربها. كيف يمكن ان يتصور الانسان ان كلمة تبلغ مشارق الارض ومغاربها؟ وان كان الامر ليس من اختصاصنا في هذا البرنامج ولكن هذا نبوءة من الامام من النبي صلى الله عليه واله يخبرنا بها الامام الصادق انه الانسان سيصل في مرحله من المراحل في زمن من الازمنه على ان كلمته تبلغ المشارق والمغارب التي نراها الان في وسائل التواصل الاجتماعي. كلمه تصل الى اقصى بقاع الارض. يقول له خرجت منك كلمه فبلغت مشارق الارض ومغاربها فسفك بها الدم الحرام، مش قد الان في مجتمعنا العراقي النمام يخرج من هذه الدار الى هذه الدار، من هذه القبيله الى هذه القبيله، فلان تكلم فيك، فلان تكلم في عرضك، فلان تكلم في نفسك وهكذا فتتقاتل قبيلتان ويقتل الناس وهذا يظن انه ما سويت شيء انا، انا بس مجرد نقلت خبر. اذا كلمه خرجت منك كلمه قد تكون هذه الكلمه كلمه حق، لكن كان من المفروض منك ان تسترها. نعم انك لم تكذب، لكنك قد ابليت الناس. فلان تكلم عن فلان. من ضربك على يدك من كلفك ان تنقل هذه الكلمه الى ذلك كلفك كنفسك الاماره بالسوء انانيتك عدم رغبتك بان يعيش الناس بسلام فيقول له خرجت منك كلمه فبلغت مشارق الارض ومغاربها فسفك بها الدم الحرام وانتهبت بها المال الحرام وانتهك بها الفرج الحرام قد يكون فقهاء السوء الان فقهاء السوء من غير مذهبنا يفتون ان فلانه قد طلقها زوجها خلاص فتذهب تتزوج فينتهك بها الفرج الحرام. الكلمه ليست سهله. توحيد الله بكلمه، لا اله الا الله. الشهاده التي تخرج الانسان من الملل وتدخل في مله الاسلام كلمه يحفظ بها دماءه ونفسه ويحفظ بها ماله ويحفظ بها عرضه ولكنها تبقى كلمه. الموضوع الامر جدا خطير، استهانة الانسان بما يخرج من فاه من فيه هذا الامر جدا خطير، بالمزاح او غير مزاح، على الانسان ان يكون رويا، على الانسان ان يكون مؤمنا، على الانسان ان يكون صادقا بما ينقله، على الانسان ان يحرز ما يترتب ما يترتب من اثار على ما ينقله والا سوف نعيش في مشاكل جمه من اشد المشكلات التي يعيشها الان المجتمع العربي المجتمع العراقي هو هذه القضيه رساله تصل في وسائل التواصل الاجتماعي يثير بها الانسان يثور بها فيغلب هواه يغلب غضبه على عقله فينتهك ما ينتهك من المحرمات والمرسل يجلس ضاحكا وهو يقول كنت اتمازح معه فلا يرى الا ان تمر الساعات تمر الساعات حتى يقال له يا قاتل لقد قتلت بكلمتك التي قلتها نفسا وانتهبت مالا وانتهكت فرجا. اسال الله سبحانه وتعالى بالمعصومين الاربعة عشر ان يلهم شبابنا المؤمن الروية في قبول الكلمة والروية في نقل الكلمه انه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته